ها هي الحياة تعود إلى المتنزهات والمطاعم المحيطة بشاطئ نهر الفرات في مدينة دير الزور بعد الإغلاق الذي تسبب به التخريب نتيجة سيطرة تنظيم داعش في السنوات السابقة على المدينة وقصف التحالف الدولي الذي أتى على معظم المناطق السياحية المطلة على النهر في المدينة، ولا سيما الجسر المعلق الذي لم يسلم من نار الإرهاب التي طالت أعمدته بانتظار إعادة ترميمه ليكون رمزا من الرموز السياحية في سوريا. مطاعم ومتنزهات ارتبطت بذاكرة الديريين عادت إلى نشاطها مع إقبال لافت من قبل السكان الذين يتعطشون لعودة الأجواء السياحية إلى المنطقة. طعم لي من 15 سنة دمروا الإرهابيين وأنا رجعت أتى بعد ما حرروا الجيش العربي السوري جيت لهون لأنه له رمزية خاصة كونه موجود جنب جسر المعلق، وأهالي دير الزور بالفعل بيستحقوا يكون عندهم منشأة حلوة يطلعوا عليها. الجهود المحلية تمكنت من إعادة تأهيل نسبة جيدة من البنى التحتية والتي شجعت الأهالي وأصحاب المنشآت على ترميم منازلهم ومحالهم وإعادة الحياة إلى بعض أجزاء المدينة المحررة. الحمد لله يعني رجعنا مثل قبل بعد ما فك الحصار وراح الإرهاب، رجعنا الحمد لله، رجعنا على فراتنا، رجعنا مثل معالمنا السياحية مثل قبل، أسواقنا رجعت الدير مثل أحسن وقبل، وإن شاء الله يا رب ترجع أحسن. قعداتنا هون كنا نحلم فيها ترجع الدير مثل ما كانت قبل بعد ما الإرهاب هيك يعني ساوى فينا الحصار بالدير، ورجعت الدير الحمد لله مثل أول ورح ترجع أحلى. دير الزور تعرف بأنها المدينة التي لا تنام قبل أن ينال الدمار والخراب من أجزاء واسعة منها، إلا أن إرادة الحياة لدى أهلها دفعتهم إلى إعادة الصخب والحياة إليها من جديد، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل المدينة إلا أنهم وجدوا في شاطئ الفرات متنفسا يقضون فيه أوقاتا من الراحة واستعادة ذكريات المدينة التي يسعى أهلها إلى إعادة إعمارها وتجاوز